مساكم الله بالخير مشاهدينا في يوم جديد وبداية أسبوع جديد أيضا، ومع أول يوم لعودة الدوامات الرسمية. وأمسي على زميلي عيد. مساك الله بالخير عيد. مساء الورد زميلتي ماني، وأيضا أمسي بالخير على جميع من يشاهد تلفزيون دولة الكويت. يا أهلا ومرحبا فيكم في برنامجنا، برنامج بعد السادسة. ومثل ما ذكرت زميلة أماني، فعل اليوم عودة الدوامات، يعني هي نعم الله سبحانه وتعالى مع هذه العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية زميلتي أماني. نعم، وأهم شيء الالتزام أيضا مثل ما تفضل زميلي عيد بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي. نعم، ولا ننسى مع هذه الاشتراطات الصحية اليوم إن شاء الله في برنامجنا راح نأخذ أكثر من ضيف، راح نتكلم عن عودة طبعا العمل وهذه الدوامات، ولكن باشتراطات صحية، وأيضا راح نشوف خطوط المرور كيف كانت اليوم، ولكن نشوف الآن منو ضيوفنا في هذه الحلقة. الدكتور انتصار الهندال استشاري طب عائلة ورئيس فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي، وحول إجراءات السفر الجديدة معنا اليوم ضاري عبد المحسن العواد نائب رئيس عمليات التشغيل لمبنى الركاب T4، العقيد بدر غازي القطان مساعد مدير إدارة مرور محافظة حولي، والحديث عن خطة المرور استعدادا لعودة الدوامات. ونبدأ حلقتنا بالإحصائية اليومية لوزارة الصحة للتصدي لجائحة وزارة الصحة مشكورة تبذل جهد كبير حتى تمنع انتشار الوباء، ونحن كمواطنين ومقيمين يجب علينا المساعدة من خلال الالتزام والحفاظ أيضا على الاشتراطات الصحية لسلامتنا جميعا، وحتى لا يزيد العبء على وزارة الصحة. مشاهدينا، مع بداية أيضا عودة الدوامات الرسمية ورجوع الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، تقوم المرور بجهد كبير للحفاظ على الأمن واستقرار حركة السير في الطرق وبتكثيف اللجان ومتابعة الحركة المرورية باستمرار. مع بداية اليوم الأول لعودة الموظفين للعمل في كافة الدوائر الحكومية، استعدت الإدارة العامة للمرور من خلال خطة رسمتها للحيلولة دون حدوث أي اختناقات مرورية أو ازدحام في الشوارع لتسيير حركة المركبات بسهولة وأمان، إلى جانب مراقبة الالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز القانون. ما زلنا مستمرين معكم مشاهدين، والآن سعدنا نلتقي بالعقيد بدر القطان مساعد مدير إدارة مرور محافظة حولي. أهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة. حياك الله أخوي، يا مرحبا. مغازي البداية يبدأ معاك، يعني شلون كانت خطتكم اليوم مع عودة الدوامات بشكل رسمي؟ يعني احنا اخوي عيد، بدايه دار العمل المرور دائما تحط خططها واستعداداتها في نفس المناسبات، اللي منها عوده الدوامات بنسبه 100% بعد قرار مجلس الوزراء، واحنا كنا مستعدين لله الحمد ودورياتنا منتشره وعليها. نعم، يعني دائما يكون لكم خطه تقييم في يعني اي مرحله، في خاصه مع اي يعني عوده دوامات، دراسه والمدارس وغيرها، عندكم تقييم.
شو صحيح. تقييمكم؟ لا اليوم ممتاز لله الحمد، نفس ما كنا متوقعينها. يعني احنا دائما نقيس يعني اعلى درجه بنسبه الدخول عندنا، وعلى كثافه هي مع بدايه عوده المعلمين معلمات الطلبه يكون الدخول بشكل كامل. اما الفتره الحاليه يعني لله الحمد يعني الحركه كانت طبيعيه ممتازه، ما كان في اختناقات مروريه، يمكن بعض نشاط المركبات بنسبه الحوادث. يعني نفس اليوم الملك فهد صار عندنا حادث مع نهايته مع الداري الاول، ادى لكثافه يمكن او نقول نشاط المركبات بسبه بقعه زيت وعلى ما تعاملوا معاها وغسلوا الشارع. غيرها باجي الدواوير تقاطعات كانت الحركه ممتازه ونفس ما توقعنا وتمنينا الحمد لله. الحمد لله. ايضا في بعض الناس خاصه مع هذه العوده الجديده للدوامات بعض يمكن يتاخر فيلجا الى كتف الطريق مثل ما تسمونه رسميا. هل يتم السماح لهم بذلك ام يكون هناك في مخالفه لهذا الامر؟ لا هو كتف الطريق الان الحاره اللي صار نتكلم فيه سابقا هذا خلاص صار جزء اغلب الشوارع صار جزء لا يتجزا من الشارع يعني من الطريق نفسه. بسرعته بحارته احنا نتكلم الان عن كتف الطريق الايمن اللي هو حاره الطوارئ هي الممنوعه. هذه اللي دائما تسبب لنا تاخير في الوصول للمساعده تاخير الجهات الامنيه هذه الممنوعه الايمن. اما الايسر الان ملغي في اغلب الشوارع وجزء لا يتجزا من الشارع نفسه. يعني مرات يتم سماح مرات على حسب الوضع. لا لا اليسار مسموح خلاص مسموح خلص. اوبن بس اليمين اللي نتكلم عنه انه ممنوع نهائي الا للحالات الطارئه فقط. حالات الطارئه فقط. نعم طيب اكيد هناك اجراءات قانونيه تجاه متجاوزي القواعد المروريه وحالات يعني نشوف مرات الاستهتار والرعونه في الطريق. اي صحيح صحيح طبعا الاستهتار والرعونه كذا بند هي اعلى يعني مخالفه عندنا وعشان كذي احنا توجهنا يعني الوقت الغريب هذا قاعد تنزل فيها احكام قضائيه بعد يعني القاضي يرجع حق الملف المستهتر هذا اذا كان عنده سوابق قاعد ينزل عليه حكم حبس. يتراوح من شهر الى ثلاثة اشهر وينفذ ونفذت في احكام في بعض الاشخاص. طبعا استهتار الرعونه في منها السرعه العاليه في منها البتوين اللي نسميه احنا اللي تجاوز الخطوط الطرديه هي بسرعه عاليه ومنها التشفيط وما شابه. واما باقي المخالفات تندرج فيها من حجز المركبه الى سحب المرفق الى المخالفات العاديه. طيب هناك دائما استحداث القوانين المروريه، هل تم استحداث قوانين مروريه جديده خلال الفتره الماضيه؟ لا في الوقت الحالي نسمعه لكن في دراسات ان شاء الله يعني حق استحداث خدمات يعني مروريه ان شاء الله تسهل على المراجعين وعلى المواطنين لكن الوقت الحالي القوانين نسمعها. نعم هناك دائما مع هذه الازمه ازمه كوفيد اصبح هناك مواكبه للتطور التكنولوجي. شنو الخدمات اللي توفرها اداره المرور عبر المواقع الالكترونيه لعدم المراجعه الشخصيه؟ اي احنا عندنا اهم شيء صار لله الحمد اللي هو تجديد رخص القياده. كان بالسابق يسبب يعني خلينا نقول زحمه على المحافظات، اما الان صار اونلاين وهذا سهل علينا وايد امور. فعندنا الرخص اونلاين صارت تطبع وعندنا بالنسبه حق المواعيد اذا كان الاختبار وعندنا بالاضافه لدفع المخالفات المروريه في الوقت الحالي. نعم وراح يتم تطويرها ان شاء الله ان شاء الله في دراسه يعني حق حتى اصدار الدفاتر مو التحويل لان التحويل بعد راح في اصدار الدفاتر هذه دراسه موجوده وان شاء الله راح ترى تحويل المسيار السيارة. انه اي اصدار دفاتر المركبه بس راح ترى النور قدام شوي ان شاء الله في لهم دراسه. حلو باذن الله. طيب هناك اكيد رصد للمخالفات اللي تمت خلال هذه الفتره من ازمه كوفيد 19 الى حتى هذا اليوم مع عوده الدوامات، هل هناك مثل رصد لبعض المخالفات المتكرره لاحظتوها؟ يعني احنا نتكلم بنسبه عاليه عندنا الهاتف النقال، هاتف النقال وهو الان يعني شغلنا الشاغل وهو سبب الحوادث بالدرجه الاولى. تختلف المخالفات حسب الموسم اخو العيد، تدخل معنا الصيف تزيد عندنا مخالفه التضليل اللي مو فاهمين امور التضليل والتضليل النسبه والجامه الاماميه وغيره. نجي حق الهاتف النقال، نبلش مثلا دخول او فتره كثافه المركبات اللي هي فتره الدوامات لما تصير زحمه الصبح، نرجع حق المخالفات اللي هي اللي يتجاوز الاشاره بالمربع الاصفر يوقف او ما ينتظم، اللي يوقف حادث بسيط ما ينتقل الى الحاره التخزينيه عشان هذه كلها من مخالفه مروريه اذا كان الحادث بسيط، فهذا يسبب عرقله مهم أن هي مخالفة بالإضافة إلى الهاتف النقال يعني على حسب مواسم الإشارة. يعني هل هناك مراقبة لهذه المخالفات المرورية دائما عندكم في السيستم؟ يعني لله الحمد الحين إحنا المنظومة المرورية تغيرت عن السابق، الكاميرات موجودة بكل مكان مو بس التواجد الميداني، حتى عندنا الكاميرات المرورية ترصد يعني أكيد الشوارع الرئيسية المؤدية للجهات الهيئات مقار العمل إحنا مراصدينها ومتابعينها وأماكن الاستهتار هم نتابعينها. نعم
احيانا تصير معانا مخالفات غير مباشره. البعض يقول يا اخي من حقي انا اتظلم لاني ما انتبهت لنا في مخالفه مباشره يعني، فشلون تظلم منها؟ جميع اقسام اداره التحقيق الموجوده، جميع الاقسام المحافظات تقدر يتوجه لها الشخص اللي يبي يتظلم سواء مباشر او غير مباشر، ما يمنع. في جهه تحقيق تسمع اقواله وتواجه الجهه الطرف الثاني اللي محرر المخالفه، حتى الغير مباشره ممكن يرجع حق التصوير ويطلع الكاميرا، ويعني كل راعي حق راح ياخذ حقه ان شاء الله. في الشوارع احيانا الخطوط السريعه تكون في سيارات متعطله، هل الشبكه اللي عندكم الخاصه بالكاميرات ان فيها مراقبه لهذه السيارات المتعطله وتكون لكم يعني فزع مباشره عشان ما يعطل الشوارع يسبب زحمه اختناق مروري؟ ربط مباشر اخوي عيد، يعني بالموجه دايركت، يعني اي حدث نفس ما قلت لك المنظومه المروريه تغيرت عن السابق الحين، حتى يعني حوادث مركبات متعطله على طول عندنا ربط مباشر عن طريق الجهاز معانا ونتوجه الدوريه الميدانيه تغطي الامر. رساله حب تختم فيها هذا البرنامج خاصه مع عوده الدوامات وغيرها من هذه الامور اللي انتم دائما تواجهونها في عملكم؟ أنا يعني أوجه أول شيء نبي سلامتهم مرتادين الطريق، ثاني شيء أحرص على الهاتف النقال الصبح اللي غير ينشغل بغير الطريق هذا اللي سبب لنا الحوادث، وكل شخص نتمنى يكون له طريق بديل. القيادة هي أساسا وعي وثقافة، فلازم هو يكون مطلع حتى على البرامج الإخبارية، إذا كان حادث يغير طريقه أساس يساعدنا، يتساهل مع رجال المرور ويتعاون معاهم، لأن بالنهاية موجودين عشان صالحهم كلها لتسهيل الحركة. والله يحفظهم شاء. اللهم آمين، بارك الله فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة سعد العقيد. الله يحفظك ويطول عمرك. كل الشكر وتقدير للعقيد بدر القطان مساعد مدير إدارة مرور محافظة حوالي. إحنا لازلنا متواصلين معكم في هذا البرنامج. كل دولة لها أشياء تتميز فيها وتكون من عاداتها وتقاليدها، ومن هذه الأشياء الريوق الشعبي الكويتي. تعالوا نشوف زميلتنا ريم تيتون مع هذا الريوق. وايد أمور نقدر نكسر روتين فيها في حياتنا، عشان كذي اليوم أنا راح أكسر روتيني بوجبة ريوق. أنا على طول أجي أتريق هني، ما يفرق، بس هو أهم شيء طلعة، كل شيء متوفر، عجبان أنواع أشكال. اليوم أنا اخترت لكم هالمطعم واللي يقدم ريوق شعبي حد عجيب، تعالوا معي. عطني حمسة قلوب الله يخليك، وأبي حمسة كبدة، وأبي بيض وطماط، وبس بعدين الشاي راح أطلبه. شوفك قاعد تشرب شاي. اي والله جاي اليوم تتريق هني. انا على طول اجي اتريق هني، مره قمر، بيض، جبن، زيت زيتون، زيتون بعد، اش تحب تتريق على طول هني؟ اي انا اتريق شويه بالبيت الساعه 5 الصبح بعد الصلاه، اتريق شويه يعني، ثاني مره اجي هني. بعدين تجي هني تتريق. بعدين اجي هني اتريق هني. يا جماعه شيء ضروري اذا تبون حبيتوا ان تطلعون وتروحون تتريقون مكان، حاولوا تختارون الاصناف اللي انتم مو على طول تاكلونها بالبيت عشان تحسون بكسره الروتين شويه بالطلعه، يعني مثلي انا طلبت قلوب، مو كل يوم اكل قلوب بالبيت. على طول تجي هني تتريق يعني كسرة روتين، تجيب معاك عيال؟ أيوة مع عيالي ومرتي نجي نتريق ونتغدى. أيام أكثر شيء يوم الخميس، أي اليوم كان عندي شغل تريقنا مع عيالي كلهم جينا تريقنا. أول شيء الحين طبعا يعني من العادات والتقاليد ما ناكل بالقفشة والشوكة، لازم ناكل بيدنا، يدي تقول الأكل بالإيد بركة، فأبي خبز مسمسم. نغير الجو يعني، ما يصير كل يوم كل يوم بالبيت، نطلع برا نتريق، نتغدى، نتعشى، اكل غير شوي عن البيت. شنو اللي يفرق؟ ما يفرق، بس هو اهم شيء الطلعه، الطلعه وناسه وقعده، وما شاء الله الشباب اللي ما يقصرون بالمطعم. اكيد كلكم بتقولوا لي ريم طباخ البيت احلى، انا معاكم، اكيد طباخ البيت احلى، خصوصا لما الام تطبخ وطعمه وايد ألذ. بس قلت لكم حلو الإنسان أو إحنا نغير روتين نكسره ونطلع ونجرب أشياء جديدة. إذا
زين اكثر الاوقات اللي يوم فيها عاده الناس شايف في اقبال على وجبه الريوق؟ يعني اجد اللي هو الناس ايام العطله، يوم الجمعه، يوم الخميس، يوم السبت، ثلاث ايام في الاسبوع في زحمه ازيد. في الاجازات يعني؟ نعم نعم. ايام العطله في زحمه دبل عن كل يوم. شنو أكثر صنف يحبون يأكلونه عندك؟ شكل مثل الزبون يأكل بيض طماط، يأكل بيض جبن، يأكل حميسة، يأكل كراعين، لسان، الحمد راس، حسب ما يشتي. أجبان موجود، كل شيء، جيمر، عسل، مربى، حسب ما يطلب موجود. شاي حليب، كل شيء موجود الحمد لله. عصاير طازج. وصلنا لختام التقرير، ومثل ما قلنا ريوق يعطي الحيوية والنشاط، وعشان يعطي زملائنا بالاستديو الحيوية والنشاط من الأسبوع الجاي أنا عازمتكم على وجبة الريوق. مع السلامة. الطيران المدني من خلال أزمة كورونا لا زال يراجع ويجدد من إجراءاته لضمان سهولة حركة الطيران والعودة بالحياة شيئا فشيئا لسابق عهدها. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إجراءات السفر الجديدة في مطار الكويت الدولي، وقالت الهيئة أن اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا داخل دولة الكويت أو خارجها هي لقاح فايزر بيونتيك، ولقاح أسترازينيكا إكسفورد، ولقاح موديرنا، ولقاح جونسون أند جونسون. وتستمر الهيئة العامة للطيران المدني بمتابعة وتقييم الإجراءات المتبعة في المطار بالتعاون مع السلطات الصحية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة أسوة بالمطارات العالمية. الهيئة العامة للطيران المدني ومنذ بداية أغسطس أقرت إجراءات جديدة نحو مزيد من الانفتاح بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والسلطات الصحية اللي ارفعت من أعداد المسافرين القادمين للكويت، وهو الأمر الذي يبشر بقرب عودة الحياة إلى طبيعتها. وللحديث أكثر عن حركة الطيران يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ طاري عبد المحسن العواد، نائب رئيس عمليات التشغيل لمبنى الركاب تيفور. أهلا ومرحبا فيك، منورنا في برنامج بعد السادسة. ويريت نتكلم أيضا ونعرف مشاهدينا شنو إجراءاتكم في المطار في حال قامت شركات الطيران بجلب خنقول راكب لمخالفة للشروط. الله يسلمك. البداية إذا قامت شركة الطيران باستقبال راكب بمخالفة الشروط لدولة الكويت، أول شيء يصير إرجاع الراكب على متن نفس الرحلة اللي جاء منها، وفي غرامات تطبق على شركات الطيران، والغرامات هذه توصل لغاية ما تكون سحب رخصة شركة الطيران. نعم، أيضا بدنا نتكلم يعني خلينا نقول عن كويت مسافر، يعني البرنامج هذا أكيد يعني له صدى واسع وكبير وكان في بعض الإشكالية، فخلينا نتكلم عنه أكثر وأكثر ونوضح أيضا للمشاهدين. نعم، منصة كويت مسافر تم التسهيل فيها بشكل كبير جدا. نعم. في البداية كان الربط بين الجهات الحكومية غير مكتمل، فيكون بعض البيانات الراكب يدخلها يدويا. نعم. الحين الحمد لله تم استكمال الربط مع جميع الجهات ذات الصلة. نعم. فمجرد أن الراكب يدخل الرقم المدني والرقم المسلسل يتم سحب جميع بياناته من الجهات المعنية وتكمل هي تعبي البيانات مالت كويت مسافر. بس الجواب على سؤالك يحتمل جزئين. نعم. الجزء الأول اللي هو تسجيل الراكب وسحب البيانات. حلو. وهذا شيء ضروري جدا التسجيل في منصة كويت مسافر، لأن احنا في حالة تسجيل قاعد نساعد المنظومة الصحية في موضوع التقصي الوبائي. الجزئية الثانية، من يتعذر عليه أو يستصعب عليه التسجيل في منصة كويت مسافر لأي سبب كان، سواء من كبار السن أو من لا يستخدم هواتف ذكية. نعم. أو من الأطفال بدون مرافق وما شابه ذلك من الحالات. نعم. احنا يعني عطينا توجيه لجميع شركات الطيران بقبول جميع الركاب الكويتيين بمجرد إحضار شهادة بي سي آر مدتها 72 ساعة قبل الإقلاع من تاريخ أخذ المسحة. نعم. راح يتم قبول جميع الركاب اللي يحملون شهادة البي سي آر هذه.
فيما يخص مواطنين دول مجلس التعاون أيضا راح يتم عليهم نفس الإجراء، لكن بشرط أنه يكون مع شهادة تطعيم من وزارة الصحة الخاصة في دولتهم. فيما يخص أخواننا المقيمين يجب عليهم جميعا تسجيل في منصة كويت مسافر. نعم، خلينا نتكلم أيضا عن إجراءاتكم في حال خالفت شركة الطيران اشتراطات، خلينا نقول الكويت ومنعت بعض الركاب من صعود الطائرة أيضا. نعم، إذا تم منع الراكب من صعود الطائرة يجب على الراكب أن يقدم شكوى رسمية فيها. إحنا نأخذ إجراءات في شركة الطيران في حال مخالفتها اشتراطات صحية، لكن ما نقدر نأخذ إجراء بمجرد أن الراكب طلع في تغريدة أو في فيديو أو في مسجات توصلنا عن طريق وسائل التواصل، لأنه مو شكل رسمي. إذا قدمت الشكوى بشكل رسمي نقدر إحنا نأخذ إجراء مع شركة الطيران، وتأكد أن الشكوى اللي راح تقدمها أنت راح تقدمها لك ولغيرك. إذا كان في بعض شركات الطيران ممكن تتجاوز على بعض اشتراطات دولة الكويت، احنا ما راح ندري اذا انت ما قدمت فيها شكوى رسمية وخليتنا نتابع الحالة ونحقق فيها. بالنهاية راح يتم محاسبة شركة الطيران في حال عدم تطبيق هالاشتراطات دولة الكويت. نعم. وبإذن الله هذا يؤدي يعني الى ايقاف مثل هذه التصرفات. نعم، خلينا نتكلم ايضا استاذ داري عن الدول المحظورة، هل من تغيير خلينا نقول قريب بشأنها؟ يعني احنا الحين مقبلين على مزيد من الانفتاح مع هذه الدول. نعم، الحين هذه الدول عالية الخطورة. نعم. ما احنا ما عندنا دول ممنوع ان احد منها الا بسبب الجائحة بشكل مباشر. يعني دول عالية الخطورة وهي 5 دول في الوقت الحالي. نعم. تغييرها من عدمه طبعا. نعم. راجع للسادة في مجلس الوزراء الموقر، وجوب حضورك للكويت من احد هذه الدول لازم تكون في دولة وسيطة لمدة 14 يوم. نعم. خارج الدولة عالية الخطورة. نعم، ايضا يعني نتكلم اكثر واكثر وياك طبعا استاذ داري عبد المحسن العواد، ونقول للحديث بقية بعد هذا الفاصل إن شاء الله، وراح نتكلم أيضا يعني عن حركة الطيران. بس قبل لا نطلع الفاصل هذا خلينا نتكلم أيضا أكثر ونعرف المشاهدين عن الإجراءات المطلوبة أيضا للسفر في الكويت. يعني أكيد في بعض الإجراءات اللي تطلبونها خلينا نقول وتدققون عليها أيضا للسفر. نعم، بس نرجع على إجابة السؤال الأول مرتبط مع إجابة السؤال هذا. نعم. تم إلغاء منصة كويت مسافر أو التسجيل في منصة كويت مسافر في. نعم. رحلات المغادرة. نعم. أي شخص يبي يغادر الكويت ما هو واجب عليه أن يسجل في منصة كويت مسافر، لكن يجب على جميع الركاب أن يكون عنده تأمين للسفر. نعم. في حال ذهاب للمطار راح يتم يعني النظر في هذا التأمين إذا كان موجود ولا. وشيء مهم، الكويت ما تشترط شروط معينة للمغادرة غير تأمين السفر. حلو. أي شخص يبي يسافر لازم يتأكد من شروط الدولة اللي راح يروح لها ويطبقها. نعم، خلينا نقول يتأكد أكثر من هذه الإجراءات ويكون أيضا حريص. خلينا نقول هل هناك أيضا إجراءات سفر جديدة للمواطنين أيضا خلينا نقول في مجلس دول التعاون ومواطنينا؟ ودنا نتعرف على أبرز هذه الإجراءات. نعم، الحين دول مجلس التعاون أخواننا في دول مجلس التعاون دخولهم للكويت يعني مجرد اللي يحتاجون شهادة البي سي آر لمدة. نعم. 72 ساعة وشهادة التطعيم تكون معتمدة من وزارة الصحة في دولتهم. نعم. ويتم إبرازها عن طريق الكاونتر في المطار اللي راح يكونوا جايين منه إلى الكويت، وراح يتم قبولهم بإذن الله. نعم، احنا جدا سعداء اكيد بوجودك معنا يعني استاذ داري، ويعني كان حديث جدا ممتع وجميل، ولازلنا مستمرين ايضا معكم في برنامج بعد السادسة. نرحب بكم من جديد مشاهدينا، ولازلنا مستمرين مع الأستاذ طاري عبد المحسن العواد نائب رئيس عمليات التشغيل لمبنى ركاب تي فور. أرجع مسي عليك بالخير، ولازال أيضا للحديث بقية، ودنا أيضا نتكلم وسلط الضوء عن طبعا الإجراءات الاحترازية في المطار، ودنا نتكلم عنها.
طبعا الإجراءات الاحترازية من بداية الجائحة وهي مستمرين فيها احنا لغاية الحين، قياس درجات الحرارة لجميع الأشخاص القادمين إلى المطار سواء من ركاب أو من الموظفين، التزام بلبس الكمام الصحي والتزام بالتباعد الاجتماعي، وطبقنا إجراءات التباعد الاجتماعي بين الركاب سواء في المغادرة أو في الوصول وفي الأماكن التجارية الموجودة في مطار الكويت الدولي، وأيضا بما بين الموظفين. نعم، أيضا أستاذ ضاري خلينا نتكلم عن إعادة العمل 100% إلى مطار الكويت، تكلمنا عنه ويعني خلينا نتكلم أيضا عن أكيد لا يعني خلينا نقول في هناك جهد من قبلكم يعني وبصمة كبيرة خلال هذا الموضوع يعني. نعم طبعا نقدم الشكر لجميع العاملين في إدارة العمل الطيران المدني. الإدارات اللي تمت إيقاف العمل فيها أو كانت العمل فيها بدوام جزئي حسب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء هي الإدارات الإدارية. أما الإدارات الفنية والهندسة والعمليات هذه إدارات ما تمت تجزئة أوقات العمل وكملوا من بداية الجائحة مستمرين. نعم بطاقة 100% وهذه من الأشياء اللي خلت مطار الكويت يعني يستمر في الوضع الحالي. نعم، خلينا نتكلم أيضا أكثر يمكن عن المنصة كويت مسافر، وتكلمنا عنها أكثر من خلال يمكن الاشتراطات خلينا نقول بعض يعني خلينا نقول القواعد الموجودة فيها والأقسام، ولكن هل هناك بعض المشاكل تصادف تصادفكم أيضا من خلال هذه المنصة؟ المشاكل اللي قد تصادف الركاب في المنصة نادر جدا، يعني احنا عندنا احصائيه قاعده تصير بشكل اسبوعي على الخلل الفني اللي يصير بالمنصة. في المنصة. نعم الخلل الفني وليس سوء استخدام المنصة. اغلب المشاكل اللي تحوشنا اما انه ما يكون في الراكب عنده انترنت او انه يكون المكان اللي هو فيه التغطيه ما تستوعب الطاقه اللي تطلع من المنصه، لكن اللي احنا نحرص عليه نتمنى من الجميع اي شخص يبي يسجل المنصه سجل قبل لا تطلع من الكويت. اذا انت كنت مغادر الى اي بلد سجل مغادرتك وصولك، اسف تم الغاء المغادره. نعم. سجل وصولك قبل لا تغادر الكويت. حلو. سجل وصولك واستكمل اجراءاتك وراح تكون اجراءاتك سلسه في المطار، ومثل ما قلنا في البدايه اي شخص تصادفه اي مشكله في المطار او في منصه كويت مسافر يقدر يقدم الاوراق معه بشكل ورقي، اثباتاته بشكل عادي باوراقه طبعا. نعم احنا نعم. اعطينا جميع شركات الطيران توجيهات بذلك بقبول جميع الركاب الكويتيين. نعم. انه يكون معه شهاده بي سي ار ويكون معه الاوراق اللي تثبت انه هو حاصل على التحصين وما تثبت انه هو حصل على البي سي ار قبل 72 ساعه من وقت الرحله. نعم. اللي نبيه بس ان انت يكون جميع الاوراق موجوده معاكم في حال يعني ما الشبكه استوعبت انها تشغل المنصه، لا تحاتون شركات الطيران ان شاء الله راح تكون في قبول جميع الركاب. نعم، وبعد الانفتاح الاخير ايضا ساداري للمطار ودنا نعرف كم اصبحت الساعه الحاليه يعني لدخول ايضا المسافرين. حاليا نحن من بداية الأسبوع الثاني يعني لشهر أغسطس تم رفع الحركة والطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي إلى 7500 راكب في اليوم، وهذه إن شاء الله تدل على أن الوضع الوبائي بإذن الله تحسن، وهذا يعني يدلنا على أن المطار دائما يعمل مع وزارة الصحة في حال كان الوضع الوبائي في الدول مجلس التعاون والمحيط والدول العالمية وداخل دولة الكويت مستقر بإذن الله أن نتم في انفتاح أكثر وأكثر بإذن الله. كل الشكر على الجهد اللي قاعد تبذلونه ويعطيكم ألف عافية، وشكرا أيضا لوجودك معنا. شكرا شكرا لك. كل الشكر للأستاذ ضاري عبد المحسن العواد نائب رئيس عمليات التشغيل لمبنى الركاب تي فور.
بشائر الأمل والسرور حلت مع العودة بكامل قوة العمل الرسمية في هذا اليوم، وأخذت كافة وزارات ومؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كوفيد 19. في صباح هذا اليوم السعيد استعدت كافة وزارات وجهات الدولة لعودة العمل بعد مراحل عديدة مرت بها الدولة للحد من تفشي فيروس كوفيد 19، حيث حافظت دولة الكويت من خلال اتخاذ العديد من القرارات الصحية على صحة وسلامة الجميع. لذا نناشد الجميع ضرورة الالتزام بتطبيق هذه الإرشادات الصحية في ساعات العمل، ومنها التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمام واستخدام المعقمات الطبية للحد من انتقال هذا المرض بين أفراد المجتمع. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والصحة، لذا علينا جميعا أن نتقيد بالإشارات الصحية لنعود إلى حياتنا الطبيعية. أما الآن يسعدنا أن نلتقي بالدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب عائلة ورئيس فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي. يا أهلا ومرحبا فيك دكتورة، وشكرا على قبول هذه الدعوة في هذا المرة. يا أهلا يا مرحبا فيك. سعد البارك دكتورة، مع العودة للحياة التدريجية والعمل بكافة يعني وزارات الدولة، شو المطلوب منا؟ والله شوف، المطلوب أن إحنا إن شاء الله نرد لحياتنا الطبيعية، لكن دائما بحذر، ودائما يعني يمكن في إجراءات احترازية الكل تعود عليها الحين نستمر فيها هالفترة عشان نعدي المرحلة الجاية إن شاء الله بأمان بإذن الله. في عادات في العمل كانت سابقا موجودة والآن لا، يجب أكيد أن لا تعود. شنو هذه العادات؟ العادات التجمعات مثلا تجمعات بالمكاتب، الريوق مع بعض، السلام من أهم الأشياء. أنا أدري وايد ناس يمكن من بدأت أزمة كوفيد 19 أو ما شافوا بعض، وأكيد يعني في شوق وفي وله بينهم وبين بعض، أكيد زملاء وإخوان طول هالفترة أكيد راح يكونوا مشتاقين لبعض، لكن يعني أتمنى أن السلام يكون يعني ليه الحين في إجراءات من بعيد، المحبة بالقلب، فيعني نحاول قدر الإمكان أن يكون في تباعد جسدي حاليا لما إن شاء الله تعدي هالأزمة على خير. ومع التعقيم ولبس الكمام طبعا، حتى الإنسان اللي مطعم جرعتين. إيه طبعا، أنا أعتقد يعني هذا شيء من قوانين أماكن العمل بعد، الالتزام بالكمام وتوفر المعقمات، غسل الأيدي، هذه الأمور يعني صارت يمكن حتى من طبيعة حياتنا وشيء يعني لازم يكون بالعمل. لكن أنا يعني ساعات الناس يعني وهم قاعدين مثلا بالدوام ياخذون راحتهم ينزل كمامه ولا شيء، هذه يحاولون انهم يعني نعم. وفوق هذا يعني ان كل ما كان ما في يعني ما في تجمعات، اذا كان الشخص مثلا مكتبه بروحه يمكن يقدر ينزل كمامه يرتاح، لكن اذا كان عنده احد لازم يكون في لبس كمامات، ومثل ما قلنا المسافات والتباعد اهم شيء. دكتورة، مع طبعا الإعلان عن تجاوز ما شاء الله تبارك الله هذه الموجة الثالثة بالتحديد مع الإخوان من وزارة الصحة لكوفيد 19، شلون نحافظ على هذا النجاح ويكون مستمر؟ يعني احنا المقبلين الآن مع عودة الدراسة، ولا ننسى إذا قطعنا عمر إن شاء الله شهر 10 تقلب الفصول وهذه الأمور إن شاء الله. طبعا علشان نتغلب على هذه الأزمة وتنتهي إن شاء الله إلى الأبد، يعني أهم شيء بالفترة الحالية هو التطعيم. يعني خلصنا الحين من الإجراءات الاحترازية والشيء صار معروف، لكن التطعيم أتمنى أن الكل يسجل في منصة وزارة الصحة، الناس اللي لي الحين ما سجلوا، والكل يعني إذا ياله موعد يتوكل على الله ويطعم، لأن التطعيم يعني مثل ما كنا نقول وإلى الآن إحنا نقول التطعيم هو الخلاص وهو يعني الوسيلة أن إحنا نوصل لبر الأمان إن شاء الله. أنا بستفيد من وجودك معنا دكتورة انتصار كاستشاري طب عائلة، الأطفال شلون نحميهم خاصة أن دلتا بدأ يعني يؤثر في هذا المجال وبدأ يأخذ مجموعة من إصابات الأطفال؟ صحيح. بعكس بدايات طبعا كوفيد 19، طبعا في عندنا الفئة اللي تحت وزارة الصحة لهم باب التطعيم، وهي فئة 12 إلى 15 سنة، هم نفس الشيء يعني شدد على أولياء الأمور إن لا تهاونون بهذا الموضوع. الأطفال بهذا العمر من
أهم الفئات وأخطرها، لأن الفئة معرضة للخطر بحكم أنهم يعني تقريبا صاروا شوي كبار، فممكن طلعتهم أكثر، احتكاكهم بالناس أكثر. والحمد لله الحين التطعيم متوفر وموجود لهم، فأتمنى أن كل أولياء الأمور يسجلون عيالهم ويطعمونهم، بالذات أن إحنا مقبلين على الدراسة إن شاء الله. بالنسبة حق يعني باقي الأطفال، طبعا مجرد أن إحنا نلتزم أنه يعني مثلا إذا رحنا زوار ولا هذا ما يكون في يعني هم نفس الشيء، التباعد الجسدي والسلام شوية لما يعني إن شاء الله الله يفرجها، لكن يعني الأمور هذه نكون حريصين فيها. دكتورة، ما تتوقعين أن هذه بعد يعني سنة، أكثر من سنة ونص على هذه الأزمة، أنه المفروض تكون عندنا هذه الثقافة، ثقافة السلام من بعيد والإجراءات الصحية، يعني المفروض تشربناها؟ والله شوف، أنا في فئة من الناس أشوف عندهم هالثقافة يعني ما شاء الله جدا عالية، لكن للأسف في فئة أخرى، ونلاحظ أن هالفئة هذه المشكلة أن هي اللي ما تلتزم، ونفس الفئة هي اللي منطعمة، ونفس الفئة اللي قاعد يصير عندهم هذه الإصابات. فأتمنى أن هم يعني على الأقل يشوفون الإصابات اللي قاعد تصير عندهم، ويأخذون منها شوية عظة أن يعني الموضوع هذا مو لعبة، الفيروس هذا موجود، هذا الفيروس قاعد يقتل العديد من الناس، من الله عليكم على الجميع إن شاء الله، لكن هذا الموضوع لازم يأخذونه بجدية أكثر، ويكونون ملتزمين أكثر، وبنفس الوقت يطعمون. أيضا دور التغذية في عملية تعزيز المناعة لدى الأفراد، هناك دور مهم في هذه الوسائل الخاصة بالتغذية. صحيح، طبعا هذا موضوع التغذية أساسي بعد، يعني احنا ناخذ الإجراءات الاحترازية نطعم، وبنفس الوقت تغذية الطفل، هو الكبير والصغير، لكن الطفل يمكن الحين احنا مركزين فيه بكلامنا، الابتعاد عن الوجبات السريعة، يعني نحاول نعزز داخل يعني خلال طريقة تغذيتهم حب الخضار، حب الفاكهة، هذه الأشياء اللي تزيد مناعتهم وتساعدهم أن يكون الجسم قوي، بحيث لا سمح الله صار عند هذا الطفل أي نوع من أنواع الفيروسات مو إلا كوفيد يكون جسمه قوي. فطريقة طبيعة الأكل عند الطفل جدا مهمة، وضروري ضروري أنه دائما يكون فيها حصة من الخضرة والفاكهة خلال اليوم. يعني دائما تأكدين أنه يكون يوميا موجود الخضرة الورقية والفاكهة، تكون عادة مستمرة، ما تكون مقطوعة يعني كل أسبوعين أو لا؟ أكيد لازم كل يوم، وهالشيء هذا طبعا ترى إحنا الأهل إحنا اللي نعززه، إذا الطفل شاف الأهل يأكلون هذه طريقة أكلهم تأكد أنه ولا بد راح يأخذ يعني أنت قدوته. مثل شنو دكتورة نأكد عليهم؟ يعني شوف مثلا خلينا نقول إذا الطفل وايد انتقائي بالأكل، أو يعني صعب أنك تقنعه يأكل تفاحة ولا برتقال أشياء كذي، سوي له جو فيه شوية مرح، خلينا نقول خليه يسوي سلطة فواكه، سويها بيدة طبعا تحت إشرافك، فبالتالي الطفل لما يشارك في صنع هذه الأشياء ترى يشتهيها أكثر. صحيح. أو مثلا الأم تقدمها حق الطفل بطريقة يعني خلينا نقول طريقة مشوقة أكثر، تسويها على أشكال، على ويه، على تحط له عيون وتحط له خشم، مثلا خلينا نقول تفاحة وعليها حبتين عنب عيون، الياه لما يشوف هذا الشكل ترى يجذبه ويخليه يعني يشتهي هذه الأشياء، وبالتالي يتذوقها ويعرف أن طعمها حلو. فيعني غير أن يعني تواجد الأشياء الغير صحية بالبيت هذا سبب من الأسباب اللي يؤدي إلى عزوف الطفل عن الخضار والفواكه. يعني إذا هو طول اليوم بس قاعد يشوف حلويات ترى وايد صعب أنه هو لسانه يستسيغ الفواكه. أنا ما أقول قطعوا عن عيالكم هذه الحلويات، ما يخالف أعطوهم إياها، لكن يعني بكميات قليلة، وتكون يعني خلينا نقول خلينا نسميها بالمناسبة، مو شيء متوفر طول اليوم. شكرا لك دكتورة، وإن شاء الله توصل هذه الرسالة للجميع بإذن الله، بارك الله فيك. شكرا طبعا للدكتورة انتصار الهندالة، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج بعد السادسة. الخير محبة شمعنا معكم في هذا البرنامج، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتمنى من الكل أيضا عيد الالتزام بالإشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، حرصا على سلامتكم. نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.